بضيفنا السيد توني كريبس، وهو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي البريطاني ساب. اهلا ومرحبا بك معنا سيد توني. Thank you so much for being with us on CNBC Arabia Screen. So let me start with talking about Saudi. أبدأ نحن نتحدث عن النظام المصرفي السعودي بصفة عامة. في الآونة الأخيرة استمعنا عن التقارير العديدة وأيضا عن التوقعات بأن لدينا سيولة منخفضة للنظام المصرفي السعودي. كم هي دقيقة هذه التقارير وماذا تقول الأرقام؟ أعتقد بصفة عامة الوضع الخاص بالسيولة حسن بالنسبة للنظام المصرفي السعودي. بعض التحليلات تأتي من واقع أن هناك نمو سريع لا سيما فيما يتعلق بالرهون العقارية، والمحللون يرون أن النمو في الإيداعات كان أقل. إذن في مرحلة ما هناك توقع بأنه قد يكون هناك مشكلات في التمويل، ولكن فيما يتعلق بقضية التمويل فهي جيدة في النظام. هناك بعض التذبذب في السايبر، وقد أيضا كان هناك اتساع في الفوارق، وذلك بسبب ضيق المعروض وأيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، وأيضا أن طبعا التمويل على افتراض أنه سيكون منخفض. ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك تطبيع للسايبر، وأيضا كانت أقل من اللايبر، وأيضا هذا فيما يتعلق بالولوج إلى التمويل، والأمر كان متذبذب. ولكن بصفة عامة كما تعلمين النظام المصرفي هنا مختلف فيما يتعلق بالتمويل والسيولة. ساب في وضع جيد. فلنتحدث عن السيولة بالنسبة لساب بصفة عامة، ما هي الأرقام؟ لدينا مستوى عالي من الإيداعات وأيضا من أعلى المعدلات في المملكة فوق 70%. إذن هناك الكثير من التمويل الذي يأتي إلينا بشكل فعال، وأيضا كبنك للشركات 70% من رأس المال من الشركات، ولدينا أيضا ما أفاد الهوامش الخاصة بالفوائد عندما ترتفع معدلات الفائدة وتكلفة التمويل. فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة، هذا يعني أن الميزانية ستكون أكثر دعما، ولكن عندما يبطأ النمو في بيئة ارتفاع معدلات الفائدة كيف يؤثر العاملان فيما يتعلق بالأرباح الخاصة بساب؟ بلا شك أن هناك مخاطر على النظام العالمي، وهذا يعتمد على الجغرافيا والمنطقة، وأيضا ما هو الأثر على كل منطقة. بالنظر إلى المملكة العربية السعودية وإلى منطقة الخليجية بصفة عامة، الأثر كان أقل من أي مكان آخر. ارتفاع أسعار الطاقة قد دعمت نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وهذا سيستمر خلال العام القادم. ونحن نفهم أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أبطأ مثل أوروبا والصين، أيضا كانت أبطأ نسبيا. أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية عالي، ومعدلات التضخم تحت السيطرة. إذا التضخم قد يرتفع ولكنه سيتراجع مرة أخرى، وبصفة نسبية البيئة مدعومة بالنسبة للنظام المصرفي. ونتوقع أن النمو خلال العام القادم سيكون تقريبا متماشي مع النمو في النظام، وأعتقد أن هذا داعما. هل تعني أن النمو بالنسبة للاقتصاد؟ الاقتصاد من المرجح أن تكون أبطأ، ولكن أيضا فيما يتعلق بالنمو في القطاع والميزانيات، النمو سيكون بحوالي 15% في التجزئة، وهذا ما نزال نتوقعه. والنمو في الشركات عند 10%، وذلك مدفوع بالمشروعات الكبرى، والنمو في قطاع شركات صغيرة متوسطة الحجم، ومزيد من الأنشطة في سلاسل التوريد، والمستوى العالي من الصادرات والسياحة، وهذا ما نشهده في السعودية. عالميا شهدنا أن العوائد في الكثير من المصارف الأوروبية والأمريكية بالربع الثالث، وقد زادت من مخصصاتها، لأنهم ينظرون إلى البيئة الاقتصادية المتوقعة في عام 2023. وكما قلت أن المخاطر الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة عالية، هل هناك حاجة إلى زيادة المخصصات؟ كيف يتم زيادة المخصصات في الربع الثالث وإذا كان هناك زيادة في الربع الرابع؟ في هذه المرحلة لم يحدث. وأيضا فيما يتعلق بالمخصصات،
لدينا توقعات بالنسبة للنمو، وهذا أيضا يؤثر على إذا كنت في أوروبا أو الولايات المتحدة ويكون هناك انكشاف عالي يتم ذلك الأخذ في الاعتبار. ولكن لأن الاقتصاد السعودي قوي فإن هذه الجهود أو هذا لا يوجد مقارنة بالعالم، ومخصصاتنا هذا العام منخفضة جدا مقارنة بالتوجهات الخاصة بالسوق، وبسبب تكلفة المخاطر التي وصفناها سيكون هناك تطبيع عند نفس المستويات كما هو الحال هذا العام. عندما نتحدث عما يحدث عالميا وننظر فيما يتعلق بقطاع العقارات ومعدلات الفائدة، فائدة ترتفع والرهون العقارية ترتفع، وأيضا هناك انكشاف على قطاع العقاري، وهذا هو الوضع بالنسبة لمعظم المصارف السعودية ليس فقط لساب، وذلك لأن المحفظة تتعلق بالشركات. ما هو انكشاف ساب على قطاع العقارات؟ وإلى أي مدى تتخوفون من المصارف السعودية ستكون تحت الضغط مستقبلا بسبب انكشافها على قطاع العقاري؟ قطاع العقارات سوف يكون إيجابيا، وإذا ما فكرنا في الناحية السكانية بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك شباب وهناك حاجة إلى المساكن، هذا بالإضافة إلى الرياض هناك طموح بأن يكون هناك نمو إلى 40 مليون في الرياض، وبالتالي هذا سوف يحفز الطلب خلال الثلاث أو أربع سنوات القادمة. لا نزال متفائلون بقطاع المساكن عامة، وما شاهدنا مؤخرا لأن الاقتصاد قوي جدا وهناك ارتفاع في الدخول فإن الطلب على المساكن الثانية ترتفع، إذا هناك نسبة غير معانة فيما يتعلق بسوق الإسكان وهذا يرتفع بشكل سريع، وساب داعم لهذا الأمر، إذا نحن متفائلون بهذا الشأن. وبالنسبة للمصارف الأخرى لا يمكن أن نعالق الاستراتيجيات، ولكن بصفة عامة لا أرى أن المساكن أمرا سلبيا بالنسبة للنظام المصرفي. لا ترون أي مبررات لمقارنة ما يحدث الآن مع قطاع العقارات وانكشاف المصارف على القطاع العقاري مقارنة بما يحدث أو ما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2007-2008؟ هذا الأمر مختلف تماما. إذا ما نظرنا إلى قطاع المساكن أو المشكلات الخاصة بالمساكن والتي نشأت في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسبرايم، فإن كان هناك مشكلات تتعلق بالرهون العقارية والتي تم تقديمها إلى أشخاص لا يمكنهم القيام بدفع تكلفتها، وبصفة عامة كان هناك تعثر وهذا ما أثر على المصارف سلبا، وأيضا لم يكن هناك أصول. ولكن السوق السعودية هي سوق قوية مثل المملكة المتحدة وأستراليا، وهناك سوق مدعومة بالرهون العقارية، وطبيعة الملكية الخاصة بالمساكن هنا هي العكس، فهي لا يمكننا أن نقول أن الأمر مشابه، ولكن هذا لا يحتسب الفترة الكاملة للقرض وهو ثابت، إذا لا أرى أي تشابه بما حدث في عام 2007 فيما يتعلق بأزمة المساكن في الولايات المتحدة وما يحدث في سوق المساكن في المملكة العربية السعودية. وكما نتوقع أيضا الطلب على المساكن سوف ينمو بشكل جيد في المملكة العربية السعودية، وبالتالي بالنسبة للنظام المصرفي هذا أمر إيجابي. ما هي نسبة القروض المتعثرة بالنسبة للساب حتى نهاية الربع الثالث؟ 2.4% تقريبا، وعلى الأرجح هذا أعلى من المعدل في القطاع، وذلك بسبب طبيعة الشركات والتي تسيطر على هذا القطاع، وليس من السهل المقارنة، ولكننا مرتاحين فيما يتعلق بالمخاطر التي لدينا فهي أقل من التوقعات وتعثرنا منخفض ونظام قوي. لدي سؤال أخير، لأنك منكشف أو ساب منكشف على قطاع الشركات، كيف تحكم على القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية؟ وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالبي ام اي كانت أقل في سبتمبر عن أغسطس، ولكن لا نزال نرى نموا فوق مستويات 50. إذا من العمل مع الشركات والعمل مع القطاع الخاص، كيف تحكم على القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية؟ من ناحية منطقية مع ارتفاع معدلات الفائدة والمشكلات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، شهدنا مؤخرا أن الشركات
مستقبلا على اعتبار المخاطر، هناك مخاطر متزايدة، فمن المنطقي بالنسبة للشركات أن تكون أن تخفض ببعض خططها. ولكن لا نزال نشهد أنه على الرغم من هذا الحذر في النفسية في هذه المرحلة، لا نزال نرى أن هناك نموا ب10% من الميزانيات بسبب الطلب، لأن المملكة العربية السعودية بشكل خاص لديها مشروعات كبيرة وتدعم القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص فيما يتعلق أيضا بالمشروعات المدعومة من الحكومة، وهذه بيئة صحية وعلى الرغم من النفسية حذرة قليلا.